السلام عليكم متابعين قناة شهيوات سعاد إفاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. واليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بغرير بسميدة والفينو بدون دقيق أبيض، طريقة ناجحة مليون في المية. كيجي تبارك الله غزال متقب وخفيف، كيجي بحال الشهدة. أنا مأكدة غادي تجربوا هاد الطريقة هذه وغتولي عندكم معتمدة وغتنجح معكم من أول محاولة. بغيت نقول الناس لأول مرة كيشوفوا القناة، فضلا وليس أمرا، إلا عجبكم المحتوى ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يبقى دائما يوصلكم جديد الوصفات. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق الزوينة، وعلى بركة الله ناخذوا المقادير وندوزوا لطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاج: جوج كيسان من السميدة الرقيقة، السميدة اللي كنديروا بها الحرشة أو كنديروا بها الغريبة. غنحتاج كذلك كأس من دقيق الفينو، يعني الدقيق اللي كنعجنوا به الخبز اللي كيكون لون ديالو صفر. وغنحتاج ماء بارد نص صنبور. بالنسبه للقياس ديال الماء غنعبروا بالكاس، الكاس اللي غنعبر به دقيق الفينو هو اللي غنعبر به السميدة الحرشه. غنحتاج كذلك قليل من الملح، بالنسبه للكميه ديال الملح كتبقى على حسب الذوق، معلقه صغيره من خميره الخبز وجوج اكياس من خميره الحلويات. عندي كل كيس كيوزن 8 غرام، المجموع 16 غرام. وبسم الله على بركة الله غندوز دابا لطريقة ديال التحضير. غناخد واحد الجبانة أو بول وغنوضع فيها سميدة الحرشة، ثم غنوضع دقيق الفينو. بطبيعة الحال سميدة الحرشة ودقيق الفينو راهم مغربلين. ثم غنضيف خميرة الخبز كما قلت لكم، معلقة صغيرة، والملحة كتبقى على حسب الذوق. وغنبدا نضيف الماء. هذا الكاس الأول أنا كنضيف، وأنا كان الماء وكنخلط، كنضيف الماء وكنخلط. ثم غنضيف الكأس الثاني وغنخلط، ومن بعد غنضيف الكأس الثالث، وفي نفس الوقت كنخلط وغنضيف الكأس الرابع، ثم غنضيف نصف كأس. هنا ضفت 4 الكيسان ونص، يعني انا عطيتكم المقادير مضبوطه. الكأس اللي كنعبروا به سمدة الحرشه هو اللي كنعبروا به الفينو، وهو اللي كنعبروا به الماء. جوج كيسان سمدة الحرشه، كأس ديال دقيق الفينو، وربعة الكيسان ونصف كأس من الماء بارد من الصنبور. غناخد دابا الكاس الخلاط الكهربائي وغنوضع فيه هذا الخليط. وكما لاحظتوا راني خلطت مزيان هذا الخليط في الجبانه، وعاد درته في الكاس الخلاط الكهربائي. وغنديروا دابا يتطحن بحال الشكل اللي غنطحن العصير، كنخليه يتطحن لمده تقريبا واحد 4 دقائق. كيتطحن مزيان حتى كتولي واحد الرغوه على وجه الخليط، وعاد غنوضعوا في الجبانه. وضروري نطحنوا هذا الخليط مزيان حتى كتختفي ديك السميده الحرشه، ما كتبقاش باينه لنا في الخليط. ودابا غنضيف جوج اكياس من خميره الحلويات، كما قلت لكم القياس ديالهم بجوج، المجموع ديال القياس ديالهم هو 16 غرام. وغنخلط غير بالطراب اليدوي، يعني هنا ما غنستعملش، ما غنطحنش هذا الخليط في كاس خلاط كهربائي مره اخرى، غير الطراب اليدوي راه كافي. كنخلط مزيان حتى كيوليو هاد الفقاعات على وجه الخليط. وغناخذ بلاستيك غذائي وغنغطي على هذا الخليط، غنخليه يختمر تقريبا واحد 20 دقيقه بالضبط، يعني غير فوق سطح العمل غنخليه، ماشي بالضروري في مكان سخون. ودابا بعد ما دازت 20 دقيقه كما كتلاحظوا، يعني كيدير واحد لاكوش، يعني واحد الطبقه كتعزل الفوق، هذا دليل على ان هذا الخليط راه خامر. راه مده الاختمار 20 دقيقه راها كافيه. وغناخذ المقله، بطبيعه الحال راني دايرها كتسخن، غنوضع فيها دابا الخليط. وقبل ما كنوضع الخليط ضروري نحيد المقله من فوق العافيه، هذه العمليه ضروريه، يعني كنحيدوها كنبعدوها على العافيه، وكنوضعوا فيها القياس الخليط على حسب الحجم ديال المقله وعلى حسب الذوق ديالكم، واش كتبغيو البغرير كبير او صغير. مجرد ما كنوضع المقله فوق العافيه كنزيد النار، يعني كنعلي النار حتى كيتثقب البغرير، وعاد كنولي نقص العافيه وكنخليه يطيب على خاطر باش ما يتخطفش. مجرد ما كنشوفو كيتجمع مع الجناب صافي تنبدا نزول البغريره. طريقه سهله وبسيطه، وانا متاكده غتجربوا ان شاء الله الطريقه غتعجبكم. هذه اول بغريره، شوف تبارك الله كي جات كلها مثقبه. دابا غنحيدها، غنوضعها في شي صحن غندير فيه ورق ديال الطبخ او شي منديل اللي بغيتو. وكناخذ هذه المقله كنمسحها مزيان وكنوضع فيها الخليط، ودائما كنحيدوا المقله من فوق العافيه، كنعليو يدينا على العافيه وكنوضعوا فيها القياس الخليط على حسب الحجم ديال المقله وعلى حسب البغرير واش كيعجبنا كبير او صغير. ومباشره كنزيدوا في النار، يعني كنعليو العافيه باش كيتثقب هذا البغرير. راه خليتو البغرير على عافيه مهيله ما غيتثقبلكمش مزيان، دائما جهدوا العافيه. وبمجرد ما كيتثقب كتقللوا عاوتاني العافيه، بقي كتشوفوه كيتجمع مع الجناب كتزولوه. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي كله مثقب بحال الشهده تبارك الله، وكيجي خفيف
وغنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه اللي طابت كنزولها وكنوضعها ثاني الخليط. لا حتى كنكمل هذا البغرير، هذه كميه البغرير اللي عندي كلها. انا متاكده غادي تجربوا ان شاء الله باذن الله هذه الطريقه هذه، وغتنجح معكم من اول محاوله. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب راه مهمه بزاف، حتى هي كتساهم في نجاح البغرير. يعني ملي تبغيو توضعوا الخليط البغرير في المقله، حيدوا المقله فوق العافيه، علوا يديكم بعدوها على العافيه، وضعوا الخليط ورجعوا وديروا المقله فوق العافيه وجهدوا العافيه، يعني علوا النار باش كيتثقب البغرير بسرعه وكيتثقب كله. من بعد كتولي تنقصوا العافيه، ملي كتشوفوه تثقب كله كتنقصوا العافيه وكتخليوه كيطيب على نار مهيله حتى كيطيب ويتجمع مع الجناب. غير كيبدا يتجمع مع الجناب صافي راه البغريره طايبه، كتزولوها وكتوضعوها فوق شي منديل او ورق ديال الطبخ. وهذا هو الشكل النهائي ديال البغرير اللي حضرت معكم. راه كيجي تبارك الله ما شاء الله، كيجي كله مثقب وكيجي خفيف. وصفه ناجحه مليون في المية. غير تبعوا النصائح اللي في الفيديو وتبعوا حتى يعني النصائح ديال الطياب. بالنسبه للقياسات راها مضبوطه 100%. الكاس اللي كتعبروا به السميده هو اللي كتعبروا به الفينو هو اللي كتعبروا به الماء. الا بغيتوا كميه اكثر من هذه بطبيعه الحال كتضعفوا المقادير، كميه اقل من هذه راكم غادي تقسموا المقادير على جوج. الى هنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لحسن المتابعه ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه اخرى بحول الله تعالى. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.